ألف مبروك للمنتخب القطري وصوله للنهائي، وكمان مبروك للمنتخب الإماراتي. صحيح خسر المباراة، لكن اليوم الإمارات ثالث مكرر هي وإيران، والحقيقة بدر يعني لم تكونوا يعني منتخب الإمارات لم يكن مرشحا أصلا. نعم. أن يكون بين الأربعة الكبار. صحيح. الواقع يقول أن المنتخب القطري منظم. أنت تتكلم عن منتخب عنده 16 هدف وكلين شيت، واصل قبل يمكن أول منتخب عربي يوصل للمرحلة هذه بالكلين شيت يعني. فمنتخب منظم، حتى اليوم أحسن اثنين لاعب عندهم عبد العزيز حاتم. نعم. وبسام الراوي ما يلعبون. أيضا الفريق لا مدرب عنده 23 لاعب، لاعب 23 لاعب كلهم لعبوا. يعني عنده توليفة لاعبين يقدرون يلعبون. خورخي أبو علام كنا عارف ان احنا وسط مهاجم، الان يلعب مدافع واحرز هدف. فمنتخب منظم اليوم، يمكن تشكيله ما كانت، كان الناس تتوقع ان نفس تشكيله منتخب استراليا بتلعب اليوم، لكن تفاجئنا اربع لعيبه تغيروا في المباراه. فاكيد يعني صدمه الشوط الاول كانت كبيره على اللاعبين وعلى الجمهور وعلى الجهاز الفني. تبوا تعوض مع فريق مثل هذا منظم، اكيد بيلعب لك في الهجمات المرتده، واستغل واحده من الهجمات المرتده واحرز الهدف الثالث. فتقريبا عندي انا كانت المباراه من الشوط الاول منتهيه خلاص. عصام بتفق مع بدر 100%. اولا البدايه الشوط الاول او بدايه المباراه اعتقد ان ذكروني اتعامل معها بطريقه خاطئه. طبعا ان اولا تحس في تحفظ الى حد كبير، في خوف من الفريق المنافس بحد كبير، في تاثر بالضغوط العامه المصاحبه للمباراه بشكل كبير. كل هذه العوامل اولا خلتك حتى ضغط زياده ان تخلص الشوط الاول وانت خسران متاخر 2-0. زي ما قال الكابتن بدر، خورخي أبو علام مش مركزه خالص، ده هو لعب مكان بسام الراوي عشان يسد هذا الصغر الغائب، وتقدم وكره سهله وضعيفه ودخلت في خالد عيسى اللي كان واحد من ابرز نجوم او حراس المرمى في البطوله. الجول ده فتح المباراه على مصراعيها وده فرصه كبيره لقطر انها تفرض كلمتها على المباراه. بعد كده انت حاول ذكروني صح الاوضاع باشراك اسماعيل مطر في الشوط الثاني، كنا نتمنى ان يبدا محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن وتغير شكل الفريق واحمد غير شكل الفريق وبقى في ضغط. بس الضغط في النهايه ابو كرم في مثل هذه الامور انت لازم تحذر الهجمات السريعه المرتده. علي مبخوت حاول اكثر مره، لكن كمان نحكي بصراحه بس دفاع. نعم. دفاع منظم، مهما يكون دفاع منظم انت عندك كلين شيت، اكيد دفاع منظم مهما تهجم تسوي هم يعطون، ما يعطوك الفرصه الحقيقيه انك تسجل فيها هدف، المساحه اللي يقدر يتحرك فيها. صحيح صحيح. الفرص اللي تتاح لعلي بشكل مريح، كل مره تلاقي في ثلاث اربع مدافعين قافلين، وتحس انك لو لعبت، انا كنت متخيل كده الامارات لو لعب 24 ساعه مش هيجيب جول. يعني انت عارف خلاص الدنيا كلها مسكره قدام المهاجمين، والخطوره محدوده جدا على حارس قطر. واعتقد ان طبعا انجاز كبير انك تخلص هذه المرحله ست مباريات حتى الان، فاضل مباراه سبعه، بهداف البطوله بكلين شيت بكلها فوز فيش تعادل. المساله كلها لا ارقام قياسيه بتتحقق الحقيقه في هذه البطوله. لاول مره في نهائي البطوله من سنه 2007 يبقى فيها طرف عربي. نعم. انت عارف 2011 كانت استراليا واليابان، 2015 استراليا وكوريا الجنوبيه. نعم. المره دي هيبقى في طرف عربي في هذه البطوله. اللي بشكل عام دي برضو التاهل الخامس لمنتخب اليابان، يعني النجمه الخامسه، وما فيش مره بالمناسبه تاهل الا فاز الا كسب البطوله. يعني برضو قوه كبيره، يعني اعتقد يبقى نهائي كبير يليق بفعلا بما حققه الفريقان في البطوله حتى الان. حجم انا حسيت في احباط بالشارع الاماراتي على هل على النتيجه ام على انه كان في توقع انه ممكن يكون كاس اماراتي. انت تشوف احيانا في بعض الردود سمعتها انا، يعني يقول كان يا ريت انك انت خسرت مع استراليا في البلنتيات وطلعت بشرف، ولا اني اخسر مباراه 4-0. صحيح خساره مؤلمه جدا. يعني انت مثلا كابتن عصام يمكن عنده احصائيات عنده شيء، بس انت تلاقي يمكن في 2011 في قطر منتخب الاوزبكي خسر من استراليا 6-0 قبل النهائي. يعني فهي نتيجه كبيره انك تخسر، انك تلعب مباراه كبيره مثل مع استراليا 96 كمان يا كابتن بدر. هنا كوريا تخسر من ايران 6-2. يعني انا اتكلم عن صحيح نصف النهائي، نصف النهائي كان دور الثمانيه بالضبط. نعم. فنحن نتكلم عن مباراه لعبوها القطريين، حتى عملوا حسابهم الاماراتيين بصراحه، احترموهم صراحه يعني. والدليل على ذلك انك كنت تلعب مع استراليا فريق كبير بطل وتغلبه بطريقه ما شاء الله دفاعيه، حتى سكرت جميع النوافذ. وعلى فكره ما كان خالد عيسى شال كور وايد مباراه استراليا، ليش؟ لما وصلته لان فارس جمعه واسماعيل احمد وحتى الباكات كانوا مغطين عليهم بشكل كبير. منتخب استراليا صعب انك انت تجاريه، لكن جاره في الاخير في المباراه هذه شفنا
منتخب متغير 360 درجه بس بص يا ابو معلش هو ايه الصدمه جايه منين؟ ان فان الحلم كبر واكبر من امكانيات الفريق اكبر من امكانيات الفريق. الفريق ما كانش مقنع خالص في الدور الاولاني. نعم بس ما نعم وكانوا مطالبين ان يطلع زكروني بس مباراه استراليا اعطتهم استراليا ادت يعني خلقت مبرر لهذا الحلم. صحيح خلينا